بمشاركة جماهيرية واسعة تم رفع الستار عن النصب التذكاري لدوار الشهيد يعقوب موسى أبو القيعان في بلدة حورة في النقب. هنا الناس تكتب الحكاية ما حدث قبل سنة، وهي تعزز الذاكرة، تريد أن تقول بأن دم الشهيد يعقوب أبو القيعان لن يذهب هدرا. دم الشهيد يعقوب أبو القيعان ثمنه أن تعاقب المؤسسة التي قتلته، ثمنه أن تبقى أم الحيران، ثمنه أن تتعلم الأجيال اللاحقة عن هذه الجريمة النكراء. ما بنتذكرها، احنا بننسى ولا ما بننسى، لا ساعة ولا حين ولا دقيقة، ما بغيب من بالي، يوم صيحها علي، لكن ايش اسوي؟ الحمد لله قتلوه، لا ذنب ولا ساي ولا حاجة، ما سوى ولا حاجة، ركب في سيارتي ودي جي علي، ودي خليهم هدموا وهو غايب، حلقوا عليه وطخوا. تم خلال اليوم عرض لوحات فنية في المركز الجماهيري جسدت أم الحيران قبل وبعد يوم الأربعاء الأسود. هذا الحدث اليوم تجسد بعد فكرة عميقة كان فيها استشارة مع أسرة الشهيد يعقوب موسى أبو القيعان ومجموعة من الزملاء في المركز الجماهيري، كان عصف ذهني واستدرار للأراء والأفكار، وقررنا أن يكون أحد دوار في البلد تدشين دوار تخليدا لذكرى الشهيد المربي الفاضل يعقوب أبو القيعان. عام مر على ارتقاء المربي يعقوب، ولا يزال الجرح نازفا وذكرى الشهيد تلازم أسرته.